مع بعض دلوقتي الفراخ المقرمشه. الفراخ المقرمشه دي لازم تكون الفرخه مسلوقه. فرخه مسلوقه هعمل لها تتبيله، يعني ناس كتير بيحبوا يعملوها من ني، بس بلاش، انا مش بفضلها خالص. انا افضل ان السوى يكون تماما جدا مسلوقه، وبعدين يا اما اقطعها بعديها او قبليها، مش مشكله، مش تفرق هنا بقى، احنا كده كده مهدناها، بس الاحسن برضو بعد ما تسلقيها ده ان انت قطعيها. قطعيها على 8 قطع خلاص بالشكل ده، وبعدين اعمل لها بقى التتبيله اللي هخليها مقرمشه، اللي هي عباره عن ايه؟ مثلا هجيب كوبايه الدقيق، كوبايه دقيق على معلقه كبيره من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره بصل باودر، توم باودر، كركم، وشويه شطه لو انا عايزاها عايزاها ايه كريسب، يعني عايزاها مشطشطه، ماشي؟ فزي ما انت مش عايزاها بالشطه بلاش، خليكي في المهم. اهم حاجه عندي كوبايه الدقيق، معلقه النشا الكبيره، معلقه البيكنج باودر الصغيره، حطي بقى توابلك اللي انت عايزاها على ده. خلاص كده خلصناها، هنعجنهم بشويه ميه دلوقتي زي ما هتشوفوني دلوقتي بعملها، وبعدين لازم انزلها في دقيق ناشف. لازم بعد ما اخلص العجينه دقيق ناشف وعلى الزيت على طول، تمام كده؟ فانا ايه عندي فراخ مسلوقه اهي، هاخد هنا طبعا بتسلقي زي ما انت عايزه بقى، كوبايه الدقيق، معلقه نشا كبيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، حطي التوابل اللي انت عايزاها. انا حاطه توم باودر وبصل باودر وشويه كركم وشويه شطه وشويه ملح وفلفل، وابدا اعجن بالميه، اعملها عجينه شبه عجينه القرنبيط كده شويه. حاضر كده، وبنقول طبعا معانا ياسين، ياسين احمد العد، كل سنه وهو طيب، عنده سنه، عقبال يا رب ما تفرح بيه كده وتجوزه. ياسين احمد العد كل سنه وانت طيب. حط ميه كده، نقول له انت طبعا كل سنه وهي طيبه عشان هي تعبانه فيه اكتر، ربنا يخليه لكم يا رب. كده اهي عملنا العجينه بالسمك ده، شايفه شكلها ايه، بحيث لما انزل فيها قطع الفراخ المسلوقه، في ناس بتحبها نيه بلاش كده احسن، كده اصح يعني. وبعد كده بطلعها واروح حطها في الدقيق، لازم احطها في الدقيق كده بالشكل ده، اطلعها من الدقيق واروح حطها في الزيت كده اهي، من العجينه على الدقيق بالشكل ده، وادخل كل ناحيه بالدقيق وعلى الزيت، تمام؟ طب بتعملي كل الفراخ بالشكل ده، كل الكميه بقى من العجينه على الدقيق على الزيت السخن، خلاص بحمرها كويس جدا، وتديك الطبقه المقرمشه اللي بتبقى بالشكل ده، تمام؟